مساء الخير على حضراتكم. حلقة جديدة من برنامج السادسة. عندنا كلام كتير قوي في حلقة النهاردة عن فريق النادي الأهلي، عن كرة العالمية زي ما عودنا حضراتكم، ولكن خلينا نبدأ بأن احنا نفتكر البطل في ذكرى رحيل ثابت البطل الستاشر اللي توفى 14 فبراير 2005. وخليني أفتكر مع حضراتكم كده يمكن مسيرته شوية. كابتن ثابت البطل اتولد في 16 سبتمبر عام 53 ولعب بفريق شركة السكر بالحوامدية قبل ما ينتقل للنادي الأهلي. معروف عنه الحزم، معروف عنه الصرامة خاصة في المناصب الإدارية، ولكن مع ذلك كان بيتمتع بشعبية كبيرة جدا بين أعضاء ولاعبي وجماهير النادي الأهلي. كابتن ثابت البطل عاصر يعني 6 أجيال بالنادي الأهلي اللي لعب له من عام 74 لحد عام 91، وكان من أبرز النجوم اللي لعب معاهم كابتن ثابت البطل طبعا الأسطورة كابتن محمود الخطيب، كابتن مصطفى يونس، والأسطورة كابتن مصطفى عبده وغيرهم. وتولى منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي كمان وعدد من الأندية المصرية والعربية، وكان من أنجح من شغلوا هذا المنصب. كمان هو طبعا أحد أشهر حراس المرمى في تاريخ كرة القدم المصرية والنادي الأهلي بعد ما اقترن اسمه بكتير جدا من الإنجازات كحارس مرمى ومدير للكرة بالقلعة الحمراء بعد اعتزاله عام 91. لكن الحقيقة أنه مرض السرطان فضل يطرده لحد ما فارق دنيانا فجر يوم الاثنين 14 فبراير عام 2005 بالقاهرة متأثرا بهذا المرض اللعين، ودفن في الحوامدية مسقط رأسه بجنوب القاهرة. بنتمنى ربنا يا رب دايما يرحمه، وبندعي له بالرحمة في الجنة إن شاء الله. مساء الخير عليك يا أحمد. مساء الخير سارة، ومساء الخير كل متابعينا. الحقيقة يمكن ثابت البطل قيمة وقامة كبيرة جدا بالنسبة للنادي الأهلي. مشوار حياة من أول يوم انضم فيه للنادي الأهلي لغاية يوم وفاته، وهو الحقيقة كان في خدمة كيان النادي الأهلي العظيم. شخصية يمكن كانت معروفة أنها شخصية قوية جدا. وخدوا بال حضراتكم، يمكن منصب مدير الكرة في النادي الأهلي منصب في غاية الخطورة وشديد الأهمية وشديد الحساسية في نفس الوقت. عشان تكون شخص ناجح في الموقع ده في تركيبة كده معينة، أعتقد أنه ثابت البطل كان أفضل من يمثلها. أسماء كبيرة جدا تولت المنصب ده، كابتن طارق سليم، منهم طبعا كابتن ثابت البطل اللي بنفتكره النهاردة وبنحيي ذكراه، كابتن سيد عبد الحفيظ. تتغير عليهم أجهزة فنية كتير جدا، وتغير عليهم مديرين فنيين كتير جدا، ولكن يبقوا هم في منصبهم لأن هم الحقيقة فاهمين طبيعة المنصب ومدى كابتن حسن حمدي طبعا وزير الدفاع في فترة من الفترات. عشان كده الحقيقة مهم جدا نقول إزاي تتعامل مع كتيبة نجوم. الأهلي دايما فريق بيضم عدد كبير جدا من النجوم، إزاي تكون حريص في المقام الأول والأخير على قيادة الفريق بدون عواصف، إزاي تتخطى المطبات الصعبة، إزاي تسهر كتيبة النجوم دي في بوتقة واحدة، بوتقة النادي الأهلي، إزاي يكون الفريق هو النجم، إزاي تتعامل معاهم وتطبق سياسة الثواب والعقاب، وإزاي يكون أهم من ده كله في تقبل أو في قبول من النجوم دول لأسلوب إدارتك. ثابت البطل كان صاحب تجربة أكتر من رائعة، إنجازاته مع النادي الأهلي جوه المستطيل وبره المستطيل أعتقد صعب جدا جدا إنها تتكرر مرة تانية. يمكن احنا استعرضنا مع حضراتكم جزء من البطولات، واحنا نتكلم على رصيد كبير من البطولات، 25 بطولة حققها ثابت البطل مع النادي الأهلي بس، بطولات محلية بطولات قارية، ده غير مشواره طبعا وإسهاماته مع منتخب مصر. النهاردة بنفتكر ثابت البطل واحد من أهم وأنجح أبطال النادي الأهلي. تقرير ونرجع لحضراتكم. تحل اليوم الأحد الذكرى 16 لرحيل ثابت البطل، أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ النادي الأهلي والكرة المصرية، وأحد أفضل مديري الكرة في تاريخ القلعة الحمراء. ولد ثابت البطل في 16 سبتمبر عام 1953، ولعب لفريق شركة السكر بالحوامدية مسقط رأسه قبل انتقاله للأهلي عام 1972، قبل أن يكمل عامه العشرين عن طريق كشاف اللاعبين الشهير عبد البقال.
ثابت البطل الذي حقق الكثير من الإنجازات للقلعة الحمراء، بداية من مشاركته عام 1974 حتى عام 1991، وصلت لتحقيقه 23 بطولة محلية وإفريقية. وخلال فترة توليه إدارة كرة القدم بالنادي الأهلي لمدة 6 سنوات على فترتين من 1995 وحتى عام 2000 مع أكثر من مدرب، والأخرى من 2004 مع مانويل جوزيه حتى وفاته في فبراير عام 2005 مع مانويل جوزيه، حقق مع الأهلي 11 بطولة محلية وعربية. كما تولى ثابت البطل منصب مدير الكرة بنادي الاتحاد الليبي، وكان من أنجح من شغلوا هذا المنصب في الكرة الليبية، إلا أنه عندما تلقى طلبا من الراحل صالح سليم بالعودة لمصر لإنقاذ الأهلي من تعثره الكروية، ورغبة الكابتن صالح في وجوده كمدير للكرة لفرض حالة من السيطرة على الفريق وبناء جيل جديد للقلعة الحمراء، لم يتأخر ثابت البطل وضحى بالفارق الكبير بين راتبه في ليبيا ومصر، وأصر على العودة لقيادة سفينة المارد الأحمر إدارية، مؤكدا للجميع أنه عائد لبيته ولا ينظر لأي فارق مادي. ومع منتخب مصر حقق ثابت البطل بطولة أمم إفريقيا عام 1986 بعد تخطي الكاميرون في النهائي، وكذلك قاد المنتخب للفوز بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الإفريقية في نيروبي عام 1987 على حساب كينيا، وتأهل مع منتخب مصر لأولمبياد موسكو ولوس أنجلوس، كما شارك مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم عام 1990، وكان كابتن المنتخب الفعلي في المونديال. عرف ثابت البطل بالحزم والصرامة خاصة في المناصب الإدارية التي تولاها في مصر وليبيا، ولكنه مع ذلك كان يتمتع بشعبية عريضة بين أعضاء ولاعبي وجماهير النادي الأهلي الذين وصفوه بالأب الروحي. عاصر ثابت البطل 6 أجيال بالنادي الأهلي، وكان من أبرز النجوم الذين لعب إلى جوارهم محمود الخطيب ومصطفى يونس ومصطفى عبده وإكرامي وطاهر أبو زيد وربيع ياسين وعلاء ميهوب وأحمد شبير وغيرهم من النجوم. شهدت مسيرة ثابت البطل الكروية منافسة قوية وشريفة مع كل من إكرامي وأحمد شبير، استطاع خلالها البطل المشاركة في حراسة عرين المارد الأحمر سنوات عديدة ليخلد اسمه في سجل الحراس الأعظم في مصر وإفريقيا. ثابت البطل المخلص في عمله، لا تنسى جماهير النادي الأهلي موقفه الأسطوري بعد إصراره على حضور مباراة القمة بين الأهلي والزمالك موسم 2005، والتي فاز بها الأهلي بثلاثية قبل وفاته بيوم بملعب الكلية الحربية ومشاهدتها بالملعب، وأصر على التواجد وقام بتغطية نفسه ببطانية أحضرها معه من فندق الإقامة بعد شعوره بالبرد من شدة المرض، رافضا محاولات الجميع إثناءه عن حضور اللقاء، إلا أن عشقه للأهلي وحرصه على أداء عمله حتى في أحلك الظروف جعله يصر على حضور المباراة الهامة لفريقه، ليتوفى ثابت البطل بعد المباراة بساعات في فجر الاثنين 14 من فبراير 2005 في القاهرة، متأثرا بمرض سرطان البنكرياس الذي عانى منه كثيرا في صمت، ولم يكن يعلم الكثيرون حقيقة مرضه بسبب ثباته وقوته.